للاخ ترك بقى، طبعا احترام السعوديه، السعوديه دول اصدقائنا واخواتنا ترك الشيخ راجل محترم، اهلاوي محترم، واهلنا وناسنا. انا بقول لك اهلنا وناسنا، واخد بالك؟ السعوديه دي لن ننسى موقف، لن ننسى، انا شخصيا كلنا لن انسى موقف، لن انسى موقف الملك فيصل في 73. مش هنسى لما وقف البترول وجاب طيارات لمصر، مش هنسى الموقف ده، ومش هنسى موقف وزير الخارجيه السعودي الله يرحمه، هو وزير الخارجيه الاماراتي لما لف العالم كله عشان يقول 30 يوليو دي ثوره. طيب سيبك من الفلوس، انك بتدي قروض، سيبك من الكلام ده كله. انا الوقفه المعنويه مع مصر شعب وحكومه اللي قلبت العالم كله من 180 درجه، مش هنساها السعوديه والامارات والكويت والبحرين وعمان، الدول دي اللي وقفت معانا بجد، واخد بالك؟ لكن في حد قال مصر مسلم ومسيحي، مصر اهلي وزمالك، اللي بيعمل فتنه بين هنا وهنا او هنا وهنا ما ينفعش يبقى جوه مصر. احنا بنحب الناس كلها، بنحترم الناس كلها، واعتقد انه انا حتى في المؤتمر النهارده تجاوز يا استاذ احمد، تجاوز، انا بقول تاني، تجاوز موضوع عبد الله السعيد وتصرف الشيخ تركي فيه، اتجاوزوا خالص. انما اللي حصل توابع هذا الموضوع، انا ليا حق وبلدي ليا حق، وانا كبار الدوله قالوا لي هنجيب لك حقك وهنجيب حق بلدك، وانا اديت مهله من السبت ده للسبت اللي بعديه. لو ما خدتش حقي اقول اللي حصل، لان اللي حصل يا احمد لا يليق، ولو قلته هيعكر سفو علاقات بين بلدين بيحبوا بعض، شعب وحكومه. لا مش في حاجه لهذا الامر، ومش هندي خالص كمان الاعداء فرصه ابدا لهذا الموضوع. بص انا بقول احنا النهارده في مصالح مصر اهم من مصالح اي حد اخر. انت بتكلمني وانا عربيتي بتركن دلوقتي في مكان محترم جدا جدا علشان انا اخد حقي والشعب ياخد حقه، واخد بالك؟ لان البلد فيها حكومه محترمه، فيها رئيس محترم لا يسمح باللي حصل، في اعقاب التمديد اللي حصل.